Bismillahirrahmanirrahim. Français, bien lire et comprendre en 5 mots, Inch'Allah. Qissat, les roses du jardinier. Yani Azhar, Al-Bustani, que nous avons vu dans le sabbat. Ce vieux monsieur-là, qui vivait tranquille au milieu de ses fleurs, il a dit qu'il y a un chou. Hadi Anwasata Azhari. Aucun, Annahu kana yazra, des roses au parfum délicieux. Yani Annahu kana yazra, yani Azhar, Biraiha. عطرة وشفنا بأنه واحد الصباح من أيام ماي أمتى دمي إن تخوفا بلي إن سول غوز لم يجد زهرة واحدة. لو أننا قلنا إن تخوفا بلي كين سول غوز يعني أنه لم يجد إلا وردة واحدة أو إلا زهرة واحدة، ولكن لم نقل ك يعني بل قلنا إن تخوفا بلي une seule rose يعني انه لم يجد زهره واحده بمعنى اخر ولا زهره. اذا بدا يتساءل كي ما بريمي فلور يعني من اخذ ازهاري، وهكذا لو سوار انه il ferme la porte à double tour يعني انه اغلق بابه واحكمه بإدخال المفتاح في القفل، يعني أنه أدار المفتاح في القفل دورتان ولم يكتفي بدورة واحدة، بمعنى آخر أنه أحكم الإغلاق. ولكن لو لوندومان لي فلور افي انكور ديسباري، يعني بأن الأزهار يعني أنها كانت أيضا يعني أنها تختفي. إذا لو جارديني سو دي Je ne dormirai pas cette nuit. يعني أنني لن أنام هذه الليلة، يعني الليلة التي سيستقبلها. إذا لا نوي باس يعني ها هو الليل كله ولم ينم، يعني أنه يعد الليل لحظة بلحظة. ولكن الآن أن يعني الليل أقبل على الانتهاء. Les étoiles s'éteignirent يعني أن النجوم انطفأت. طبيعة الحال تنطفئ النجوم كما نرى نحن بالعين عندما يظهر النهار، عندما يبزغ الفجر، عندما يبزغ الفجر يعني ويبدو النهار في الظهور، يعني هنا تختفي هذه النجوم. سودا اذا في تلك اللحظة ان غروس تورتي سيرفا يعني سلحفة كبيرة ظهرت فجأة. ال سابروشا دين غوز مي اكلوز الى مونجا، يعني أنها اقتربت من زهرة في بداية تفتحها ثم أكلتها، يعني أنها لم تدعها حتى لتكمل هذا التفتح، لذلك كان يجد أزهاره تختفي. ورأينا كيف أنه أخذ تلك السلحفات وبدأ يقول لها كوكين يعني أنت يا لائمة إلى آخره، وبدأت هي ترجوه وتتوسل له، وبدأت تتوسل له لكي يجعلها حرة، إذا لكي يخلص بلاها. ولكن البستاني لم يكن ليخلي سبيلها، لأنها سببت له الكثير من الأذى في اعتقاده. افعل ما يرضيك في سوكي تبليغ، يعني افعل ما يرضيك. بون جارديني مي نو منوا با، يعني لا تغرقني. جو نو بوغي با لو سيبورتي، جو نو بوغي با لو سيبورتي، انني لا استطيع تحمله. طبيعة الحال رماها في النار كما راينا، وبانها خدعته، لان السلحفاة في الحقيقة حيوان برمائي لا يخشى الماء، يعني انه حيوان برمائي يعيش في الماء ويعيش في النار، وبالتالي يعني رميها في النار لن يسبب لها أي أذى، لذلك خدع البستان. إذا نشوفوا لي كيستيون. كيل فلور أيمي لو جارديني، يعني أي زهور كان يحب البستاني. نحن رأينا بأنه إنه كيلتيفي، يعني أنه لم يكن يزرع كو دي غوز إلا أزهار أو بارفان ديليسيو. أو بارفان ديليسيو يعني برائحة عطرة. إذا لو جارديني أيمي لي فلور أو بارفان ديليسيو. بوركوا إيتيل أون كولير، لماذا هو في غضب؟
Pourquoi est-il en colère? لماذا هو في غضب؟ Je suis en colère يعني أنا غاضب. يعني تتصرف لو فيرب اتر كما هو وتنزيد له هذه اون كولير لكي نقول عن شخص بأنه غاضب. نحن رأينا بأنه فور اون كولير يعني بقوة وفي غضب. إل دي يعني وقال كي ما بريمي فلور يعني من أخذ مني أزهري. إذا نحن نقول بوركوا إلي اون كولير لو جارديني اي اون كولير باسكو لا تروفي سي فلور بريز بار كيلكا يعني أنه وجد أزهرة أخذت من شخص ما من أحد ما parce qu'elle a trouvé ses fleurs prises par quelqu'un. هنا لو فيرب بروندر، لو فيرب بروندر يعني أخذ. جي بري تي بري إلى بري نو أفون بري إيلز أون بري. إذن كي بري؟ إيل أ بري. إذن كي بري يعني من أخذ. ولكن نقول عن شيء بأنه مأخوذ يعني بري. كيلكو شوز كي بري. إذن إلي أون كولير باسكو إلا تخوفي سي فلور بريز يعني هي أخذت. يعني إذا سنضيف أ إس علاش؟ لأنها مؤنث أولا، ثانيا لأنها جمع. أولا هاد لي فلور أو هاد لي غوز أولا هي مؤنث في ميناء، ثانيا بلوريال يعني جمع. إذا سنضيف أ إس. إذا لو جارديني إي طون كولي باسكو لا تخوفي سي فلور بريز باغ كيلكان. كو فاتيل يعني ماذا فعل هو سولفر فيغ يعني فعل أو جعل. كو فاتيل بوغ إيفيتي لكي يجنب كل فلور بأن اللصوص نو روفيان لوي فولي دي فلور. يعني ماذا فعل لكي يجنب ألا يعود اللصوص لسرقات أزهاره؟ كما نلاحظ هنا كفي تيل بور ايفيتي، هذا الفيرب ايفيتي، ايفيتي يعني تجنب. ولكن حتى ما تنقولوا ايفيتي ان بروبليم يعني وكأننا نقول إزاحة المشكل. يعني إذا أتينا للترجمة سنجد تجنب فيها واحد المعنى ديال أن الإنسان هو الذي يتجنب، يعني أن المشكل يبقى مكانه وأنت تتجنبه، يعني أنك تبتعد منه قدر المستطاع ثم تأخذ طريقك من وجهة أخرى، يعني أنك تغير مسارك. لكن هاد ايفيتي نحس فيها كأن المشكل تزيح من أمامك، تزيح ماذا؟ أن اللصوص يعود لسرقات وروده. بوغ ايفيتي كو لي فولور نو روفيان لوي فولي دي فلور، ليعود لسرقات وروده. إذا ماذا فعل لكي يزيح هذا الأمر؟ يعني في النهاية لكي يتجنب سرقة وروده. إذا كوفيتيل. إذا نحن رأينا بأنه إل سواغ إل فيرما لا بورت أ دوبل تور، يعني في المساء هو أغلق الباب بدورتان، يعني أدخل المفتاح في القفل ثم أداره دورتان. عندنا هنا إسكو، هل إسكو لانوي سويفونت يعني الليلة الموالية، لانوي سويفونت جاية من الفيرب سويفغ يعني سويفغ يعني تابع، يعني الليلة التي تتبع الليلة التي كان فيها هاد لو جارديني. اذا اسكو لا نوي سويفونت يعني هل الليله المواليه، انا اونكور فولي دي روز، يعني هل الليله المواليه سرقوها ايضا اون اون. اذا استعملنا هنا ايل ا، اذا استعملنا ايل مكان اون بطبيعه الحال وكاننا سنحدد شخصا ونقول عنه هو، ولكن هاد اون كما ذكرنا فيما سبق بانها تعني المجهول. اسكو لا نوي سويفونت يعني هل الليله القادمه اون اونكور يعني اون اونكور فولي يعني سرقت ايضا دي روز يعني الازهار. بيان سور كوي. اذا لو لوندوما يعني الغد لي فلور يعني الازهار افي اونكور ديسبار يعني انها كانت ايضا تختفي. اذا كما قلنا اسكو لا نوي سويفونت اون اونكور فولي دي روز، يعني بيان سور كوي، يعني كوم نو لافون ديجا في لا نوي سويفونت اون اونكور فولي دي روز. كو في لو جارديني، كو في لو جارديني، ماذا فعل هذه المرة في الحالة الثانية؟ ماذا فعل البستاني؟ إذا البستاني قال جو نو دورميغي با سيت نوي، يعني أنني لن أنام هذه الليلة. إي جو ديكوفريغي لو كوبابل، وسأكتشف
المتهم. إذن كو في لو جارديني بيان سور جارديني كوم نو لافون ديجا في نا با دورمي لا نوي سويفونت. إذن أنه لم ينم الليلة الموالية بور ديكوفغيغ لو كوبابل يعني لكي يكتشف المتهم. غيسيتيل يعني سلفر بغيسير غيسيتيل هل نجح أديكوفغيغ ليكتشف لو كوبابل. بيان سور كيل غيسي بيان سور كيل ا غيسي أديكوفغيغ لو كوبابل يعني أنه نجح ليكتشف المتهم. كياس يعني من هي أو بمعنى آخر من يكون كياس. ممكن هذا السؤال يطرح للاستفسار عن شخص مثلا لتعرف من هو. ممكن أن شخصا يأتيك ومعه شخص آخر لا تعرفه فتقول الذي تعرفه كياس يعني من هذا فيقول لك سي أحمد مثلا إنه أحمد. إذا هذيك السي يعني تتقلب هذه مع هذه اس سي اس سي. إذا في السؤال بعد كي نقلب هذا السي إذا تتولي كياس ولكن عند الإجابة تعود لأصلها يعني أن هذا س تسبق هذا أي فتصبح سي أحمد إنه أحمد مثلا. إذا كياس بيان سور كو سي لا تورتي كو سيتي لا تورتي بأن كانت سيتي إن غروس تورتي بأن كانت سلحفاة ضخمة. أكيل مومون فيانتيل يعني في أي لحظة لو مومون هو اللحظة. فيانتيل سو ليفر فونيغ يعني جاءت. لا تورتي إي فوني على فان دي نوي يعني أنها أتت في نهاية الليل. أسكو لو جارديني إي تخي أون كولير هل البستاني إي تخي أون كولير يعني هل هو جد غاضب. بيان سور كيل إيتي تخي أون كولير بأنه يعني كان جد غاضب. كو دي لا تورتي كو دي لا تورتي ماذا قالت السلحفاة. لا تورتي لوي بخيا دو لوي باردوني يعني ان السلحفاة طلبت منه لكي يسامحها او لا تورتي دوموندي لو باردون او جارديني ان طلبت السماح او الصفح من البستاني. كما راينا لا تورتي قالت باردون موا بخيا لا تورتي يعني ترجت او طلبت السلحفاة. لو جاردينيي باردون تيل يعني البستاني هل يسامح. باردون تيل هل يسامح. بيان سور كو لو جاردينيي نو باردون با البستاني لم يسامح. كو فوتيل فيغ ماذا أراد أن يفعل. إذا كو فوتيل لو فار فولوار كو فوتيل كو فوتيل فيغ فيغ هي جعل أو عمل. إذا ماذا أراد أن يفعل. إذا رأينا بأن لو جارديني فولي فير مال على لا تورتي. كيل شوا لا ستيل على لا تورتي يعني كيل شوا لو فيرب شوازيغ شوازيغ يعني شوازيغ يعني اختار. إذا كيل شوا ما هو الاختيار لا ستيل ترك هو على لا تورتي أي خيار ترك هو على لا تورتي يعني للسلحفاة يعني ما هو الاختيار ما هو هامش الحرية الذي تركه للسلحفاة يعني أنه قبض عليها وأراد أن يفعل بها سوءا لكنه مع ذلك ترك لها خيارا أن تختار الطريقة التي تموت بها. إذا شوازي سلفر شوازي يعني اختار شوازي سي تي فو إذا أردت يدي اختاري إذا أردت لا فاسون دون تي موغا يعني لا فاسون دون تي موغا يعني الطريقة لا فاسون لا مانيير يعني الهيئة أو الحالة يعني التي ولكن الأقرب هو الطريقة. إذا اختاري الطريقة التي ستموتين عليها سلفر بمغير كما تشوف في الفيتير. إذا سي تي فو شوازي سي تي فو لا فاسون دون تي موغا يعني اختاري إذا أردت الطريقة التي ستموتين عليها. إذا كال شوا لا ستيل على طورتي يعني ما هو الخيار الذي تركه للسلحفاة. إذن on a déjà vu que le seul choix qu'il a laissé à la tortue c'est de choisir la façon dont il mourra. C'est de choisir la manière ou la façon dont il mourra. يعني أن تختار الطريقة التي ستموت بها. Que répond la tortue? قد أجابت السلحفاة. إذن رأينا بأن السلحفاة قالت له افعل ما تريد فقط
لا تغرقني. إذا قالت له فيس سو كي تبليغ، يعني افعل ما يرضيك بون جارديني، يعني يا البستان الطيب، مي ولكن نو منوا با، يعني لا تغرقني. جو نو بوغي با لو سيبورتي، لا أستطيع تحمله. إذا كو ريبون لا تورتي بعد إجابة السلحفات. إذا لا تورتي ا دوموندي او جارديني دو فير نامبورت كوا سوف كيل نو لو نوا با. إذا هي أرق طلبت من أن يفعل كل شيء إلا أن يغرقها. إذا لا تورتي ا دوموندي او جارديني دو فير تو سكيل فولي سوف كيل نو لو نوا با، إلا أن يغرقها. اسكو لو جارديني تيان سا بروميس، يعني هل البستاني تيه لو فيرب تونيغ، يعني اخذ باليد، ولكن هنا عند معنى مجازي. اسكو لو جارديني تيه سا بروميس، هل اخذ سا بروميس يعني وعده، يعني هل اخذ وعده، هو اعطاها وعد ان تختار الطريقه التي تموت بها. اذا هي حددت الطريقه بطبيعه الحال عندما قالت له الا ان تغرقني، يعني انا تركت لك الكثير، أنت أردتني أن أحدد لك الطريق التي سأموت بها. أنا بالعكس سأترك لك كل الطرق إلا طريقة واحدة هي التي سأختارها بألا أموت بها. إذا هو هذا البستاني بطبيعة الحال كما رأينا بأنه الخيار الذي أرادت السلحفاة أن تتجنبه هو الذي أراد إيقاعها فيه. إذا إيسكو لو جارديني تيان سا بروميس، يعني هل حافظ، هل أخذ وعده وموعده، هل حافظ على هذا الوعد؟ إذا بيان سور كوم كل جارديني نا با توني سا بروميس، بيان سور كل جارديني نا با توني سا بروميس، بأن البستاني لم يحافظ، لم يأخذ وعده. كوفيتيل، إذا كوفيتيل ماذا أراد، ماذا فعل؟ كوفيتيل إيل في يعني هو فعل، كوفيتيل إذا إل لا جوتا ألو دو لا ريفيير، يعني هو رماها في ماء النار. اسكو لا تورتي سونوا، يعني هل السلحفاة سونوا يعني تغرق، لو فيرب نويي او سنويي في هذه الحالة عندنا، يعني عندنا لو فيرب نويي يعني اغرق، ولكن سنويي يعني هو غرق نفسه، كأنه اغرق نفسه. اذا تيكون الفعل برونومينال. اسكو لا تورتي سونوا، يعني هل السلحفاة تغرق؟ إذن بيان سور كو لا تورتي نو سنوا با. بوركوا؟ لأن السلحفاة حيوان برمائي، سيت ان انيمال امفيبي، باسكو لا تورتي سيت ان انيمال امفيبي. هاد ام تنطق كان، يعني كالنون باللغة العربية. إذا امفيبي يعني برمائي. أو مثلا نقول بأن لا تورتي في بارتي دي زامفيبي، يعني سنضيف واحد اس هنا لاننا نتكلم عن البرمائيات. اذا او نقول بطريقه اخرى بان لا تورتي تنتمي للبرمائيات. اذا لا تورتي في بارتي دي زونفيبي. هنشوفوا لي مو، يعني الكلمات. ان بارفا ديليسيو، يعني ان بارفا ديليسيو يعني رائحه عطره، اي حاجه طيبه نقول عنها ديليسيو، يعني اننا نتكلم عن الرائحه نصفها بانها ديليسيو، او ممكن اننا نصف مثلا ان غوبا ديليسيو. ان بارفان تري اغريابل، يعني اننا نتكلم عن رائحه جد جميله ومرضيه. اكلور سيبانوير، اكلور هي تفتحه، سالفرب اكلور كما نلاحظ تنتمي للمجموعه الثالثه، هي سيبانوير. كاين ايبانوير ان فيرب برونومينال، ايبانوير يعني انك تفتح شيئا، تجعله يفتح، كانك تاخذ زهره ثم تفتحها بيدك، يعني انك تلزمها لكي تفتح. إذا تتكلم عن فعل ايبانوير، ولكن سيبانوير إذا الفعل يعني أنه يعود على الفاعل، بأن الفاعل هو الذي قام بفتح نفسه تقريبا بهذا المعنى. إذا سيبانوير يعني أنها تفتحت أو تفتح. إذا فعل سيبانوير اللي هو فيرب برونومينال معناه هي تفتح. إذا هي جمعنا كلمة ليبانويسمون، ليبانويسمون يعني الانشراح والفرح بالنسبه للشخص، ان نعبر عن هذا الانشراح ونعبر عن هذا الفرح بليبانويسمون. اذا لا روز اي دابور ان بوتون، اذا لكي نشرح فعل انفتاح او تفتح اكلوغو سيبانوير تقريبا عنده معنى متقارب، سنشرحه بالطريقه التاليه. لا روز اي دابور يعني لا روز اي دابور يعني الزهره
قبل كل شيء اي دابور اون بوطون. لو بوطون، هاد لو بوطون عندها معاني كثيرة، منها نتكلم عن بوطون يعني زر من الأزرار القميص مثلا، نتكلم عن أزرار قواطع التيار الكهربائي. إذا مثلا تنقول أبويسي على بوطون، يعني أنك تضغط على هذا الزر. أيضا هاد لو بوطون، هاد لو بوطون نقصد به أيضا تلك الدملة التي تكون مملوءة بالقيح وتظهر على الجلد، على الجسم، تسمى بوطون. أيضا لو بوطون، إذا بوطون أيضا كما عندنا في المعنى هنا يقصد به البرعم، يعني ذلك الجزء الذي يخرج من شجرة أو يخرج من نبتة ما، ولكن ينتهي بتمرة معينة. إذا هاد لاغوز تكون في البداية، لاغوز اي دابور اون بوطون، أن تكون برعوما، يعني أنها تخرج على شكل قطعة طويلة من الشجرة، من النبتة. بوي إل إكلو، إل سوفغ، يعني أنها تفتح. سالفر إكلور، إذن إل إكلو يعني أنها تفتح، إل سوفغ يعني أنها تفتح. الفرب أوفغيغ، أوفغيغ هي فتحة، إذن هي تفتح. سوفغ، إل سوفغ أنسويت دو بليز أون بليز، يعني أنها تفتح فيما بعد. أنسويت إل سوفغ أنسويت، يعني أنها تفتح فيما بعد. دو بليز أون بليز، يعني شيئا فشيئا، كما نلاحظ زائد زائد، زائد فزائد، يعني شيئا فشيئا، يعني أنها تزداد. إذا هذه الكلمة بليس نقصد بها زائد. إل سوفغ يعني إل سوفغ، يعني أنها تفتح. أنسويت يعني فيما بعد. دو بليز أون بليز، يعني شيئا فشيئا. إل سيبانوي يعني أنها تفتح، إل سيبانوي أنها تفتح بالمرة. إل غيست غروند أوفيرت، يعني إل غيست يعني الفيرب غيستي، يعني هي تبقى. تقول لك أمك غيستي ألا ميزون، يعني ابقى في المنزل. إذا إل غيست هي تبقى، غروند يعني كبيرة، إل غيست غروند أوفيرت أنها تبقى كبيرة مفتحة. نقول عن مذكر أوفير أننا سنحذف هاد أو، ونقول غون نقول عن مذكر ايضا غون اننا سنحذف هاد او. اذا ال هي المؤنث، ال غاست هي تبقى غروند يعني كبيره، اوفيرت يعني مفتحه، بيان ايبانوي. نحن تكلمنا على ال سيبانوي يعني تفتح، هنا بيان ايبانوي يعني جد مفتحه، بيان ايبانوي. ان او دو جور يعني انها تبقى غروند اوفيرت، بيان ايبانوي، يعني كلها تقريبا عندها نفس المعنى. Elle reste grande ouverte يعني تبقى مفتحة بطريقة كبرى. Bien épanouie يعني جد مفتحة، عندها نفس المعنى تقريبا. Grande ouverte. Un ou deux jours يعني un jour ou deux jours، يعني un أو واحد أو اثنان يوم، بمعنى آخر تبقى لي يوم أو يومان. Un ou deux jours. Puis elle se fan. Puis elle se fan. هذا الفيرب صفاني أو فاني، فاني المقصود بها أنك تقلب العشب لكي يجف. عند بعض الفلاحين أنهم يأخذون العشب إلى أماكن معينة ثم يجعلونها تجف لكي يستعملوها فيما بعد، بحيث إذا بقيت خضراء متقيمة على بعضها فهي ستتعفن. إذا لكي يبقى هذا العشب يعني صالحا للاستعمال، إذا يتم تجفيفه، لكن في فترة ما يعاد قلبه، يعاد قلبه على الجانب الآخر. إذا نتكلم على الفعل فاني، لكن هذا الفعل فاني عنده أيضا بهاتة، اللون الذي يفقد بريقه. إذا نتكلم على أن أوبجي كي فان، نتكلم عن شيء فقد بريقها. بوي إل سوفان، ثم تدبل، يعني أن هذا الزهرق تدبل. كومون لا بريفيغيفو، كيف تفضلونها؟ كومون لا بريفيغيفو يعني كيف تفضلونها، يعني كيف تفضلون هذه الزهرة؟ اون بوطون، هل تفضلونها اون بوطون؟ يعني انها لم تفتح بعد، ابين اكلوز، اون دي اوسي مي اكلوز، نصف مفتحة. ابين اكلوز، اكلوز نقول عن وردة، نقول عن زهرة بان اكلوز كما رأينا بانها مفتحة، ولكن ابين اكلوز يعني على وشك ان تفتح. هاد كلمة بين يعني تعني العقاب، تعني
تعني شدة العمل، تعني التعب، تعني تعني هذه الأمور كلها الثقيلة على النفس، هاد بان يعني أنها فتحت لكنها لا زالت تدفع. التصوير هنا، التصوير الموجود هنا، وكأن هذه الزهرة تدفع بنفسها لكي تفتح بشكل كبير، وفي منتصف الطريق. إذا نقول أبان إكلوزي، يعني على وشك أن تفتح. ممكن أنها تقال بطريقة أخرى، هي مي إكلوز. مي إكلوز يعني منتصف التفتح، مي إكلوز إيبانوي. هل تختارها أون بوطون؟ هل تختارها يعني لا زالت صغيرة لم تفتح بعد؟ أبان إكلوز يعني أنها نصف مفتحة كما رأينا الآن. إيبانوي أن قد فتحت. أوفاني، أوفاني يعني أنها ذابلة. بطبيعة الحال أن جل الأشخاص لن يختاروها. فاني بالعكس، عندما تكون فاني يعني أنها ذابلة وتفقد رونقها، بطبيعة الحال أنها ترمى. إذا هذه الوردة غالبا تختار إيبانوي، أنها تختار إيبانوي، أنها مفتحة وفي شكلها الجميل الذي تصل إليه. فيغمي أدوبل تور يعني أغلق بدورة مكررة. أدوبل تور، هالدوبل تستشعر فيها كلمة ده يعني اثنان، ويأتي منها فعل غدوبلي أو دوبلي، يعني أنك تضاعف شيئا، يعني أنك تضربه في اثنان، يعني دوبلي أن بوا، يعني أنك تضاعف هذا الثقل. دوبلي أيضا، دوبلي أن دونجي، أنك تجتاز خطر. دوبلي، وكأنك تسير في الطريق ثم أنك تجتاز سيارة. دوبلي إن فواتير، دوبلي إن فواتير، يعني أنك تتجاوزها. تنقدرون نجيبوا منها واحد فعل آخر، هي غدوبلي، يعني أنك تضيف هذا المضاعف لمرة ثانية، يعني أنك دوبلي أنك تضاعف عددا مثلا، غدوبلي أنك تضيف هذا العدد وهو مضاعف، تضيفه مرة واحدة. أيضا غدوبلي من بين الاستعمالات الكثيرة اللي نسمعها، غدوبلي راني، أنك تعيد السنة. مثلا نتكلم عن تلميذ أنه أعاد أو كرر السنة، إذا نقول غدوبلي لاني. إذا نعود لكلمتنا هنا، فيغمي أدوبل تور يعني أنه أغلق بدورة مكررة. تفسيرها هو اون تورنو لاكلي، يعني أننا ندير المفتاح. لاكلي، لاكلي يكتب بهذه الطريقة، وأحيانا ونضيف بعدها أه أف. إذا الكتابتين صحيحتين، يعني وكأنه يقرأ لاكليف، ولكن في الحقيقة أنه يقرأ لاكلي. إذا لاكلي المفتاح يكتب أو أكسون كما في المثال عندنا هنا، ويكتب أو أف ألف يعني في النهاية. أونتورنو لاكلي يعني باستدارة أو بإدارة المفتاح دو فوا مرتان، دون لا سيغيغ، دون لا سيغيغ يعني في القفل. Je ne pourrais pas le supporter. أنا لا أستطيع تحمله. Je ne pourrais pas. C'est le verbe pouvoir يعني استطاع، ولكن هنا كاين في الفيتير. أنا لن أستطيع. Je ne pourrais pas. Je pourrais يعني أنا أستطيع. أنا أستطيع. Je ne pourrais pas يعني أنا لا أستطيع. أنا لا أستطيع في المستقبل بطبيعة الحال. Le supporter تحمله. Cela me ferait trop souffrir. يعني هذا يجعلني trop souffrir. Souffrir هو تألم، أو سوفخير يعني عانق. الفيرب سوفخير هو عانق. إذا لا سوفرونس، المعاناة، لا سوفرونس. إذا سولا، هذا مفغي يجعلني في المستقبل. سولا فيرب فيغ كما تشوف في الفيتير. إذا هو لا، هي لم تقل سولا مفغي سوفخير، ممكن هذا كلام صحيح، لكن سولا مفغي تخو سوفخير، سيجعلني أعاني أكثر. تخو سوفخير، cela me serait. هذا الفرب être كما تشوفوا كاين في فيتير. اذا cela serait، هذا سيكون. علاش؟ لان نتكلموا على لو فيرب اتر. الفرب اتر كما تعرفوا بانه فعل ديال الكينونه، تيتكلم على الانسان، تيتكلم على اي شيء، كيف هو كائن، كيف يكون، كيف هو موجود، كيف هي حالته. اذا cela me serait.
يعني هذا إذا نتكلم عن سولا سوغي، إيل سوغي يعني هو سيكون. علاش؟ لأن كما لأن لو فيرب إتر كاين في الفيتير في المستقبل، إذا سيكون، إذا هذا سيكون لي. سولا مو سوغي، هذا سيكون لي، يعني سيكون بالنسبة لي. كيف سيكون بالنسبة لي؟ ترو بينيبل، جد بينيبل يعني معذب، معذب. بينير، بينير هي عذابة، لا بينيسيون يعني العذاب. إذا سولا ما سوغي ترو بينيبل، هاد بينيبل راه أدجيكتيف. إذا تنتكلموا على هاد الشيء الذي نتكلم عنه والذي تتكلم عنه السلحفاة هنا، والذي يعني ذلك الغرق الذي طلبت من البستاني أن يجنبها إياه. إذا قالت له لا تفعل لي هذا الغرق، اقتلني بأي طريقة أخرى إلا هذا الغرق، أنا لا أتحمله. سولا مسوغي ترو بينيبل، سيكون بالنسبة لي أكثر تعذيبا. ترو بينيبل، غير هذه تعذيبا يعني عذاب أو تعذيب يعني تجيب صيغة المصدر، لكن هنا نتكلم عن بينيبل بأن هذا، بأن ذلك الشيء سيكون بينيبل، يعني بينيبل بأنه فيه عذاب، يعني هو من صفاته العذاب. يعني هذا الشيء سيكون بالنسبة لي موصوفا بالعذاب. سولا مسوغي ترو بينيبل. إذا نشوفوا لي كيستيون دانتيليجونس، يعني أسئلة الذكاء. لو فيو جارديني نوغيتيل با دي باردوني على طورتي، يعني أنه هل كان له ألا يسامح لا طورتي. إذا لو فيو جارديني نوغيتيل با دي باردوني على طورتي، هل كان عليه ألا يسامح لا طورتي؟ بطبيعة الحال كل واحد هل عليه أن يسامحها أم لا. كوغيتيل بي فير با إكزومبل، يعني ماذا كان عليه أن يفعل؟ بتاتر من بين ما يمكن أن يفعله مثلا أنه يسيج حقله، مثلا إل أوغي بي أونتوغي سون شون باغ أن غرياج، يعني أن يدير، يعني أن يدير حقله بسياج، أن يحيط حقله بسياج. بو بروتيجي سي روز سون فيغ مال على تورتي، يعني بدون أن يفعل السوء بالنسبة لي لا تغطي، بالنسبة للسلحفات. شوازي لا فاسون دون تي موغا، يعني اختار الطريقة التي تموتني بها. دي لو جاردين، يعني قال لو جارديني اتيل لانتونسيون دو فيغ موغيغ دو لا فاسون كيل اوغا شوازي. اتيل لانتونسيون يعني هل كانت له، اتيل لانتونسيون هل كانت له النية، النية هي لانتونسيون، دو لا فيغ موغيغ يعني لكي يجعلها تموت، دو لا فاسون بالطريقة كيل اوغا شوازي يعني التي ستختارها، هل كان في نيته تطبيق ما ستطلبه منه. يعني كما رأينا بأن يعني تتبقى ربما حالات أخرى، ولكن كما رأينا الواقع ما أثبتته القصة بأن لو جارديني نافي با لونتونسيون دو لا فيغ موغيغ دو لا فاسون كيلوغا شوازي، بأنه لم تكن عنده النية ليجعلها تموت بالطريقة التي ترجوها. يعني لو أنها اختارت أن تقول له أريد الموت بهذه الطريقة، هل كان سينفذ هذا الأمر؟ لأن لا تغطي أتته من باب آخر، هو كان يطمع أن تحدد له طريقة لكي تموت بها، مثلا تقول له مثلا اذبحني. إذا في الحالة التي لو أنها قالت له اذبحني، هل كان سيذبحها؟ من المحتمل أنه طبيعة الحال سيقول لها أنت تختارين الطريقة السهلة، أنا سأحرقك مثلا. ممكن أنه كان ليختار طريقة أخرى. إذا كو بونسي فو دي جارديني، ماذا تفكرون أنتم؟ يعني ماذا تقولون بمعنى آخر؟ كما رأينا فيما سبق بونسي تأتي بمعنى التفكير، ولكن المقصود بها يعني مجازا ماذا تقولون بمعنى آخر، ماذا تقولون يعني البستاني. كو بونسي فو دي جارديني، يعني ماذا سنقول بأنه ستان مورتر أو ستان أساسا أو ستان نوم ميشون أو ستان جارديني ستان ميشون جارديني، أو مثلا سنقول له بأنه
يعني أوصاف كثيرة ممكن لكل شخص، حسب كل واحد يعني حسب كل شخص ورؤيته. montre que c'est un menteur allemand de fois de suite، يعني وضح بأنه كان كاذب، que c'est un menteur، بأنه كذاب allemand de fois de suite، يعني أنه كاذب. مثلا verb mentir de fois يعني مرتان، de suite يعني متتابعتان. montre aussi qu'il est méchant cruel، وضح أيضا بأنه كان méchant يعني خبيث أو سيء، أنه شرير ميشون. مونتخي، مونتخي أوسي سيرفر مونتخي، هاد مونتخي أنك تشير إلى شيء غالبا بإصبعك. إذا مونتخي أنك توضح، بمعنى آخر أنك توضح، مونتخي أنك تشير إلى شيء يعني أنك توضحه. إذا مونتخي أوسي يعني وضح أيضا، وضح أيضا كلي ميشون بأنه شرير، كريال يعني أنه فظ، أنه غليظ طبع، يعني أنه إنسان قاسي. إذا تتبقى كل واحد الطريقة دياله في رؤيته لهذا الشخص. ممكن أن هذا البستاني قال لها تي مانجي توت مي غوز، أنت أكلتي كل أزهاري، يعني كل أزهار، لا أظن بأن أكلت كل أزهار، ربما أكلت البعض منها. ممكن أن هذه تحسب كذب. أيضا إل جاتا لا تورتي دون لو، يعني أنه رمى السلحفاة في النهر، وبالتالي فهو لم يأخذ بوعدها وكذب عليها في الحقيقة. ممكن. إذا كومون لا تورتي أتيل غيوسي أن سوفي سا في، يعني كيف أن السلحفاة أتيل غيوسي أنها نجحت، لو فيرب غيوسيغ أن سوفي، سوفي كيلكا أنك تنجده. إذا الفرب صوفي أنك تنجد شخصا، أنك تجعله يهرب. إذا كومو لا تورتي أتيل غيوسي أ صوفي صافي، يعني كيف أنها استطاعت، كيف أنها نجحت في النجاة بحياتها. أن السلحفاة ربما رأت يعني غضب هذا البستاني، وعرفت بأنه لا محالة، يعني سيجعلها تموت، وبأنه سيختار لها أخطر الطرق. لذلك هي أوهمته بأنها تخاف من الغرق. ربما هذا البستاني أنه ظن بأن السلحفاة هي مثل الإنسان، ستعاني الغرق والتنفس إلى آخره، وبالتالي ستختنق وستموت بطريقة يعني فيها ألم. لا تورتي أ غيسي à sauver sa vie en demandant au jardinier de le noyer pas. Lequel les aurait ce prétexte, يعني تحت دريات، ce prétexte qu'elle ne pourra pas supporter la noyade، يعني تحت دريات بأنها لا تستطيع تحمل الغرق. Le jardinier est bien attrapé، يعني البستاني بأنه خدع جيدا، est bien attrapé. Le plaignez-vous، هنا هذا الفيرب بلاندغ أو سو بلاندغ، على حساب الاستعمال ديال الفيرب، واش برونومينال أو أنه يأتي عادي. الفيرب بلاندغ يعني هي اشتكى، بلاندغ سبان يعني اشتكى حزنه. تقدر يكون فيرب برونومينال بحال سو بلاندغ أو سولامونتي، يعني سولامونتي يعني أنك تنوح أو تتأوه من الحزن. إذا هذا سو بلاندغ، بمعنى آخر سولامونتي. تنقولوا لا بوغ فاطمة، يعني فاطمة المسكينة، سي بلانت يعني أنها تشتكي أو اشتكت، دو بوكو دو موك يعني من الكثير من الأمراض أو من المال، يعني السوء، من السوء دو تيت يعني من وجع الرأس بمعنى آخر. إذا سي بلانت دو بوكو دو موك دو تيت، يعني أنها اشتكت من كثير من آلم الرأس أو وجع الرأس، طول مات يعني كل صباح. إذا أنا تنستعمل الفرب سو بلاندغ. لو جارديني إي بيان أتخابي، يعني أن البستاني أنه خدع. لو بلانيفو، يعني هل حزنتم له؟ أغلب الظن أن الكثير يريد النجاة لهذه السلحفاة، وبطبيعة الحال لن يحزن.
إذن غالبا اون لو بلان با، يعني اننا لن نحزن له. عندنا انا كونجيغيزون يعني الصرف، فيرب دي برومي جروب يعني فعل من المجموعه الاولى، الامبارفي دو لانديكاتيف يعني في الامبارفي، الامبارفي دو لانديكاتيف. اذا غنشوفوا هذا فعل، فعل من المجموعه الاولى كاين في الامبارفي. اذا لا غران مير اريفي، تنعرفوا بان الفيرب اريفي عنده او ار على فا يعني انه تنتمي للمجموعه الاولى. اذا لا غران مير يعني الجده، اريفي يعني انها وصلت في الماضي، ال مارشي يعني انها كانت تمشي، ال مارشي سيلفر مارشي عنده او ار على فا. تنشوفوا هنا كاين في لامبارفي عنده او اي على فا، دام با فيرم بخطوات ثابته، هذا رايناه مع الجده. اذا جو مارشي، اذا سنقول جو مارشي دام با فيرم مثلا، انا كنت اسير بخطوات ثابته، جو مارشي دام با فيرم مثلا، جو مارشي دام با فيرم، تي مارشي il مارشي، نو مارشيون فو مارشي il مارشي. اذا هذا فعل مارشي يعني فعل تمشى، كاين في لامبارفي. تنعرفوا بان لامبارفي من ضمن الاستعمالات ديالو انه يكون في قصه، ايضا بطبيعه الحال مساله اخرى واننا نتكلم عن العاده، العاده في حد ذاتها تتحدث عن التكرار، لن نسميها عاده اذا الا لانها تتكرر، ان الانسان قد تعودها. لكي نعبر عن هاد الافعال يعني باش باش نتكلموا على هاد لي زاكسيون في الماضي بصيغه انها كانت تعاد في طبيعه الحال وكانت تتكرر في طبيعه الحال، سنستعمل لامبارفي. اذا هذا هو الدور ديال لامبارفي كما تشوفوا. وفي في الصرف ديال الافعال ديال المجموعه الاولى كما تنشوفوا، تنحيدوا هذيك او ار، تنحيدوا او ار، تنزيدوا اي اس بالنسبه للجو، ثم نضيف اي اس بالنسبه للتي، ثم نضيف اي تي بالنسبه للايل، بطبيعه الحال بالنسبه للال نفس الشيء، ال بدون اس. ثم في البلوريال يعني في الجمع نو مارشيو، كما نرى اننا نضيف اي او ان اس، يعني اننا بدل او ار في الانفينيتيف نضيف اي او ان اس مع نو. بالنسبه لفو نضيف اي او زد، اي او زد في اخر الفعل، ايل مارشي كما نلاحظ ا اي او ان تي. اذا هذا فيما يخص هذا النص المتعلق بازهار البستاني، الى حلقه قادمه ان شاء الله.